بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الدهرين امين. بتعلمنا كلمات الانجيل النهارده من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير لصح 11 من ايه 53 لصح 12 لايه 12، ان في عنايه ربنا بتحيط بينا وحتى شعور رؤوسكم جميعا محصاه، وده بيخلي الواحد في قلبه اطمئنان وبيفتح عينينا على الرجاء اللي بيفتح عينينا على السماء، لان الحاجة اللي احنا شايفينها بعينينا ما نقدرش نرجوها، ولكن الرجاء ان احنا بنثق ان لينا مكان في السماء وان الهنا الصالح بيعتني بكل امور حياتنا. مع ان المقدمة بتاعت الانجيل المزمور اللي سمعناه ما توحيش بالكلام ده، لان بيقول ايه؟ كثيرة هي احزان الصدقين. طب ازاي يا رب هم صدقين؟ معنى كلمة صديق انسان صادق في القول والفعل، يعني انسان ايه؟ مستقيم، ماشي بحسب ما يرضي ربنا، لا يزل بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا. هو ده الانسان المرضي عند ربنا. اما يكون انسان مرضي عند ربنا وماشي كصديق، انسان عايش بمخافة ربنا، ازاي تكسر احزانه؟ يعني احنا كنا هنفتكر انها تكسر الانعامات عليه. ونلاحظ ان ربنا يسوع المسيح ما وعدناش بحاجة في هنا في الارض. يعني الوعود بتاعت الارض ايه؟ قال لنا في العالم هيكون لكم، ده الوعد الوحيد اللي احنا خدناه. يعني ما وعدناش ان احنا هتكسر لينا لا مال ولا بنون ولا غنى على الارض، ولا هناخد غنايم من حروب، وكل الحاجات دي مش موجودة عندنا. ولكن قال لك حاجة واحدة بس، قال لك هيكون لك ملكوت الله وبره. ايه ملكوت الله ده؟ هو ده بقى ايماننا. وبعدين الايمان مش اللي احنا بنشوفه بالعينين، الايمان اللي هو الثقة بما يرجى والاقام بامور لا ترى، يعني حاجة انا لسه مش شايفها الان، لسه عيني مش مفتوح على السماء دلوقتي، ولكن العين بتتفتح على السماء بيستهين بكل حاجة على الأرض. أنت يا استفانوس شفت المسيح جالس عن يمين العظمة، يقول لك وأنا في شدة الحزن، في أعظم ألم ممكن أكون بتعرض ليه ساعة الرجم، وبتنزل علي الحجارة من أجل اسم المسيح، وساعتها استعلن ليا رب المجد يسوع. وعشان كده ما فرقش معاه إن ربنا ينتقم من اللي تعبوه، لا. اكتر حاجة فرقت معاه قال له يا رب طالما انت بالجمال ده ما تحرمهمش من ملكوتك بسبب الخطية اللي عملوها، فلا تقم لهم هذه الخطية. الانسان اللي عنده رجاء وعينه اتفتحت على السماء حتى وان كترت احزانه على الارض، ولكن دايما تلاقيه فرحان ومطمن، يقول لك في الاخر كل الاشياء هتعمل معا للخير، انا واثق في الكلمة. واللي بيبقى واثق في كلمة ربنا وباني نفسه عليها بيكون عنده إيمان حقيقي بيسلك بيه كل يوم، حتى وإن كانت المشاكل بتزداد، حتى وإن كانت الضيقات والعند بتاع الناس بيتعبوا، حتى إذا كان مش بياخد حقه كامل في الشغل، حتى إذا كانت الناس ممكن تقول عليه كلام بطال لدرجة إن يقول لهم كده طوبى لكم أنت إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل كلمة شريرة وهم كاذبين. يعني بصوا المقدمة مش ممكن توحي بحاجة تفرح، مش ممكن توحي بحاجة يقولوا يا سعادتك لو حصل لك كده. يعني لو أنا قلت لواحد يا سعادتك لو الناس شتمتك وضايقتك وتعبتك، يعني هيبقى المنطق مش موجود، صح؟ ولكن المنطق اللي بيتكلم بيه ربنا بيقول لك لأن ساعتها هيحصل إيه بقى؟ هيكون لكم اجر عظيم في السماء، افرحوا وتهللوا. يبقى الفرح اللي بيسكن قلوبنا مش مرتبط بالاسباب الارضيه اللي ممكن تكون بتسعد الناس اللي حوالينا. اللي بيقارن نفسه بالناس اللي حواليه واللي كترت الغنايم في ايديهم واللي كترت الاموال في ايديهم او اللي كترت عندهم اي حاجه وحاسس ان هو محروم منها، خلي بالك ليكون رجائك غلط. ليكون رجائك مرتبط بالكام يوم اللي انت قاعدهم على الارض،
والحاجة اللي الواحد شايفها بعينه ويقول لك لأن الأشياء التي لا ترى أبدية، أما التي ترى فوقتية. الحاجات اللي احنا شايفينها بعينها كلها لها نهاية. أهم حاجة أن لما يكون عندي رجاء أحط رجائي في حاجة تستاهل. لو واحد عنده رجاء أن يجيب عربية جديدة أحدث موديل، طيب حلو عندك رجاء كويس ماشي، جبت العربية أحدث موديل، السنة اللي بعدها بقت إيه؟ قديمة، حد خبطها لك، بقيت حزين، يبقى السبب اللي انت كنت فرحان عشانه بقيت حزين بسببه. طيب واحد يقول لك لا انا نفسي بقى يعني ارتاح في شغلي بقى كده، ويبقى شغلي تجارتي لوحدي او عملي لوحدي، وابقى يبص يلاقي بعد ما ابتدى الموضوع عمال يزداد لدرجة واحد غني قاعد عمال يفكر يقول ده انا ههدم المخازن دي وابني اكبر منها، وهعمل واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كتيرة الازمنة، اظن ما فيش احسن من كده. بس تقال له لانك حطيت رجائك في مكان غلط، قال له يا ايه يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك. طب واحد حط رجائه في ان هو يكون علاقات انسانية كتيرة جدا، وفي الاخر بعد ما عاش فترة كويسة واخد زعامة كويسة واخد مكانة حلوة في وسط الناس، في الاخر بيسيب الناس دي كلها، وبعدين يجوا اخر حاجة يفتكروها ساعة وفاته يقول لك ده كان انسان كويس. طب هو دلوقتي فين؟ مش شايفه. طب في الاخر يبقى صورة على الحيط. الله، ده انا كنت فاكر ان هيبقى ليا. طب عملوا شارع باسمه الناس بتدوس عليها برجليه في الشارع ده، يعني مش على الراجل. طب في الاخر اصبح ايه المكانة اللي كنت فاكر ان انت هتحققها؟ طلعت المكانة دي برضو حاجة ارضية وقتية زائفة زائلة. لكن في ناس ثابت الحاجات اللي الناس بتجري وراها، واحد زي الانبا انطونيس اللي بنحتفل بيه ساب الحاجات اللي احنا بنجري وراها، ساب الارض. طب عمل ايه؟ يقول لك كده يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الدهر الآتي حياة أبدية. طب انت خدت وانت عايش 100 ضعف؟ لا، اصبح عندي اولاد كتير مع حروب شياطين، يعني مش برضو ارتاح من حروب الشياطين، لان كثيرة هي احزان الصدقين. ولكن اجمل حاجة بتطمن كل واحد يسمعها، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. وهنا ربنا دايما بيرسل ملاكه، لانه يقول لك كده يرسل الله ملاكه حول خائفيه وينجيهم. الملائكة دي يقول لك ارواح خادمة مرسلة لاجل هدفها كله الناس اللي هيرسل الخلاص. يبقى احنا موجودين في الارض محميين بالملائكة حتى وان كترت احزان الصديقين، تكميلا لكلام ابونا اللي قاله علينا في السنكسار ان حتى لو جت احزان فعندنا رجاء. الرجاء ده مش بحاجة تبلى وتنتهي، مش في ايام ناخد فيها سعادة وبعدين يبقى ملهاش قيمة، مش حاجة نقتنيها وبعد ذلك نسيبها ونمشي، ولكن لحياة ابدية نبتديها من دلوقتي في عشرة ربنا يسوع المسيح، وتكمل معانا في أبدية سعيدة. ربنا يفرح لك ويكون معك لإلهنا كل مجد وكرم. أغنية أخ أمث مني.